قراءات، وهي سماحة العلامة السيد هاشم السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وآل الطيبين الطاهرين، تقبل الله أعمالكم وطاعتكم إن شاء الله. سؤال: أنه تقدم البنوك فيزا وتسمى بفيزا كارد، ويمكن للعميل أن يستخدمها، فهل يجوز استخدامها أم لا؟ بالنسبة للفيز التي تقدم من قبل البنوك، حكمها يتبع حالتين: الحالة الأولى إذا كان يوجد في الرصيد مال يستوعب تمام ما في الفيزا، يعني نفرض أن الفيزا مقدارها 20,000 أو 30,000، ولكن أنا حسابي موجود يغطي هذا المبلغ فأكثر، فأنا أستخدم هذه بدال النقود، بدل ما أشيل نقود في جيبي أخذ هذه البطاقة وأستخدمها وأسحب بها بيع والشراء، هذا جائز ليس فيه إشكال، ويمكن استخدامه على كل حال، سواء كان العميل يأخذ من المتسوق من يؤخذ منه نسبة أو لا نسبة، أنت من جهتك ليس عليك شيء بالنسبة كمستخدم. الحالة الثانية أن لا يكون في رصيدك مبلغ إما مصفر أو هو مبلغ أقل مما هو موجود في الفيزا، بمعنى أنك ستسحب مبلغ أكثر من رصيدك الفعلي، فهنا في هذه الحالة ما هو الحكم؟ طبعا هنا طريقتان، أو بنعبر تعبير آخر وصفان. الوصف الأول أن البنك يقول لك أنت إذا تسحب مبلغ وترجعه في خلال فترة معينة أو في الشهر، إحنا ما نأخذ عليك أي فائدة، ولكن إذا تأخرت إلى بعد الشهر نأخذ عليك الفائدة. واضح ولا لا؟ فهنا أنت لما تريد تسحب، هل أنت فعلا عندك نية أن تسدد المبلغ قبل الشهر أو بعد الشهر؟ إذا عندك نية تسدده قبل الشهر، هذا أيضا ليس فيه إشكال، ماكو مانع، من باب الاقتراض، والاقتراض جائز ماكو مانع، فتقدر تأخذ المبلغ بعنوان اقتراض ثم ترجع. أما إذا أنت لا، أنت ناوي أنك تسدده بعد شهر، أو لا أصلا البنك ما معطيك مهلة، مجرد تأخذ المبلغ رأسا ينحسب عليك عمولة، هل يجوز ذلك؟ الجواب: هذا اقتراض بالفائدة، يعني بدل ما يعطيك مبلغ نقدي ويأخذ عليك فائدة، ما أعطيك شنو؟ كارت، ماكو فرق، يعني نفس العملية. فالاقتراض بفائدة هل يجوز؟ الجواب: لا يجوز، لأنه نوع من الربا، والربا ماذا؟ محرم، فلا يجوز لك أن تقترض بالفائدة. فالحل الشرعي ما هو؟ الحل الشرعي إذا كان البنك حكومي أو مشترك، يعني حكومي وأهلي، تأخذ المبلغ بعنوان مجهول المالك ثم تنوي اقتراضا من الحاكم الشرعي، وعلى هذا الأساس يجوز لك التصرف بالمال، وإن أخذت منك الفائدة فهذا أخذ قهري وليس اختيار، فيجوز لك في هذه الصورة.